يا نفس توبي ولا تتكبري، سيأتي عليك يوما سوف ترحلي، وتجردي من كل غال وفي ثوب أبيض سوف تكفني. مهما طال الزمان أو كسر حتما على الأعناق سوف تحملي. ستزوري بيت الدود يوما وحتما في التراب سوف تدفني، لأن الموت يهدم ما بناه الباني والدهر لا يبقي على إنساني. يا ناسيا ثوب الأماني فلربما نسجت يداك لفائف الأكفان. يفنى العالمين جميعا ولا يبقى إلا وجه المهيمن ذو الجلال والإكرام. ولما نام سيدنا أيوب عليه السلام على فراش المرض فدعا ربه قائلا: اللهم اجعل البلاء يصل إلى كل أعضاء جسمي، ولا تجعل البلاء يصل إلى لساني حتى أظل أقول لا إله إلا الله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله. خلق الله رأسه من البركة وعينه من الحياة، أذنيه من الغيرة، شفتيه من التسبيح، لسانه من الذكر، أسنانه من اللؤلؤ، ريقه من عسل الجنة، وشعره من نباتها، وعرقه من مسكها، وعظمه من كافورها، عضديه من القوة، كفيه من الصدقة، قلبه من الرحمة، إنه رحمة الله للعالمين. يتيم بمفرده قاد سفينة العالم الحائرة من خضم المحيط المتلاطم بأمواج الشرك إلى الشاطئ الأيمن بجوار الحق. جعل من العبيد سادة ومن المستضعفين قادة، من عباد الأحجار والأوثان عبادا لله الواحد الديان. من صلى عليه سيغنم ومن لم يصلي عليه سيندم، والذي تطفأ عنا بشفاعته حر جهنم. صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. سألت البدر حينما بدأ ليلا: أي بدر ما هذا الجمال فتنتني؟ رد علي مبتسما والنور يغمر وجهه: لو علمت أصل الجمال نكرتني. أصل الجمال وجه الحبيب المصطفى، من نوره عرش الجمال سوف يعتلي. وما تراه من أنوار فنحن نواب له، وإذا أسفر الوجه البهي ذهب الجميع والكل سينجلي. أيها السادة الكرام، ما زال هذا العطاء وما زال هذا المكان يتعطر بالقرآن، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. فقيل: وهل لها من جلاء يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله وتلاوة القرآن الكريم. معنا فضيلة العلم القرآني الإذاعي الشهير وقاري الإذاعة والتلفزيون العربي، والملقب بملك المقامات والروايات والأكثر شعبية على مستوى العالم الإسلامي، وقارئ الساحات القرآنية العالمية بالدول الأوروبية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق، يتفضل فضيلته مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إن هذه تذكرة فمن شاء إلى ربي سبيلا. فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء والظالمين أعد لهم عذابا أليما
بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها برزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك يسألونك عن الساعة
يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا أو ضحاها لا والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد لا إله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. الفاتحة. الفاتحة. زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. اللهم إنا وهبنا ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة إلى أمة سيدنا رسول الله ثم إلى روح الراحل الكريم حرم الأستاذ عزة أحمد عليوة. أسأل ربي أن يجعل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية لها في قبرها ولي ذلك والقادر عليه. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا فضيلة العلم القرآني الإذاعي الشهير والملقب بملك المقامات والروايات والأكثر شعبية على مستوى العالم الإسلامي وقارئ الساحات القرآنية العالمية بالدول الأوروبية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. كما تقدم خالص الشكر والتقدير نيابة الأستاذ عزة أحمد عليوة بالنيابة أيضا عن أسرة الراحل الكريم حق أبو رأفت فهيم حق يسري أبو إسلام والحق شريف أبو عمر أستاذ حمادة عزة أحمد عليوة. شكرنا كل من شرفنا لأداء واجب العزاء في هذه الليلة. شكرنا أيضا لصاحب الفراشة الحديثة العالمية والإنارة الذهبية هندسة الإذاعية والخدمة الفندقية إدارة الحق أنور عبد الله. شكرنا أيضا لمصورنا المهندس محمد البري المهندس محمد مفيد. أيها السادة الكرام طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.